السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناة حليمة الفيلالي مع وصفة جديدة وفيديو جديد. وصفتنا اليوم وصفة الأكثر طلبا، العديد منكم طلبوها مني، بدون سكر بدون دقيق، أي كيكات التمر والجوز. كتجي لذيذة بزاف، خفيفة بزاف بزاف، كما تاكلي منها كمية كثيرة ما تحسيش بأنك تقلتي أو تكمتي، سهلة في التحضير وكتستحق التجربة. لذا بقوا معايا نشوفوا مقادير وطريقة تحضير هذا الكيك. اول شيء غادي نديرو كاس ونصف من الحليب يغلى يوصل لدرجه الغليان مباشره، غادي نضيفو ليه كاس من التمر يحيدلو العظم ديالو، من الاحسن يكون التمر اللي رطب، من الاحسن الا ما كانش وما توفرش فعوض الطراب الكهربائي غتستعملو الخلاط، يعني غتستعملو اللي كنطحنو به العصير. غادي نوضعو فيه التمر ونخليوه يعني يفزك ويرطب، بهذا المعنى يرطب مزيان باش يسهل علينا اننا ندمجوه من بعد. صافي غادي نخليو الكاسرونه ديالنا على جنب وغادي نمشيو نحضرو باقي المكونات. كنوضعو 3 ديال البيضات، من الاحسن يكونوا حجم كبير، فواحد الشبانيه او كيف قلت لكم تستعملوا الخلاط الكهربائي لا ما عندكمش الباتور او لا عندكم تمر شويه قاصح، هنا الباتور ما يقدرش انه يطحنها ولا يهرسها بسهوله. كنضيف سكر مسم بالفانيلا، ما بغيتوش تستعملوا السكر بصفه نهائيا، يعني كاين واحد المشكل صحي، فغادي ديروا فقط نكهه الفانيلا او تستغناو عليها بصفه عامه، القليل من الملح. وغنضربوا هذه المكونات مع بعضها حتى ينسجم البيض مزيان ويتخفق ويطلع. عاد كنضيفو باقي المكونات بنفس الشكل، غادي نخدمو في الخلاط اي الطحانه اللي كنطحنو بها العصير وكتحضروا بها كذلك الكيك ديالكم، يعني ماشي ضروري فهاد الوصفه يكون الطراب. صافي غادي نستمر ومن بعد غادي نضيف الزيت. انا غادي نستعمل زيت زيتون لاني ما كنقدش على الجهد ديالها في الكيك، فغادي ندير هاد الزيت يعني خفيفه بزاف، وممكن تستعملوا طبعا زيت نباتيه اولا كتقدروا على الجهد ديال الزيت العاديه في الكيك استعملوا. غادي نديروا فقط واحد نص كاس زايد شويه، تقريبا واحد 130 مليلتر، يعني ماشي نص كاس، فقط نص كاس زايد، وغادي نضيفوه للخليط. كيف قلت لكم ممكن ديروا اللي بغيتوا، زيت نباتيه او زيت زيتون خفيفه الا كانت احسن، او زيت زيتون العاديه لكم الاختيار. ثم الخليط ديالنا بعد ما كيكون التمر رطب مزيان، وغادي نبقاو كنخفقوا حتى كينسجم مزيان، ما كيبقاش التمر قطع. وكيف قلت لكم الا ما عندكمش يعني التمر بقى لكم قاصح استعملوا الخلاط الكهربائي. صافي غادي نستمر في الخفق على اعلى درجه حتى كنحسو بالتمر بحال تهرس اولا تطحن. عاد كنضيفو النواشف. طبعا المكونات كامله ان شاء الله تلقاوها مكتوبه في خانه الوصف كالعاده اسفل الفيديو بالمقادير بالجرامات وبالكاس. صافي ما كيتخفق مزيان التمر وكيتجانس، غادي نضيفو الجوز او القرقاع الكميه اختياريه، انا تقريبا درت هنايا واحد 80 غرام، كيبقى على حسب المتوفر عندكم. غادي نغربلو كذلك الدقيق الكامل بالنخاله ديالو، غير النخاله من الاحسن تكون رقيقه، نحيدو ديك الغليظه الا كنتو كتكونوا يعني دايرين كتستعملوا النخاله الغليظه في الخبز فما غيصلحش في الكيك. غندير كاس ومن بعد الا احتاجيت ونزيد، ونغربلو كذلك الخميره، خميره الحلويات. بعض الخوات كيطلبوا كيك بدون خميره، فانا جربت مرارا وتكرارا انني ندير ما نديرهاش، بصراحه ما كيجيش الكيك، يعني بالنسبه لافراد العائله ديالي ما كيبغيوش ياخذوه، ما كيبغيوش ياكلوا كيك يعني هابط ما طالعش وما خفيفش. فهنايا ندير لكم كيس ونصف فقط، يعني تقريبا واحد 12 غرام. غادي نغربلها وغادي نحرك بطراب يدوي، وإلا احتاجيت طبعا للدقيق غادي نضيفو، طبعا غادي نحتاجو لأن دابا مازال خفيف، تقريبا واحد الكاس إلا ربع آخر أو نص كاس على حسب النوعية ديال الدقيق، المهم أنه يجينا بهذا الشكل اللي غتشوفو.
المول ندي فيه 24 سنتيم مدهون بالزبده ومرشوش بالدقيق. او كما كتشوفوا يكون العجين خفيف شيئا ما تكونش ثقيله باش الكيك ما يجيناش ثقيل. غادي نوضعوا فيه العجين كامل. الفرن نشعلوه من قبل من الاحسن. بالنسبه للفرن غازي فغادي تشعل غير من التحت طبعا كيف العاده، وغادي يطيب على خاطرو اقل درجه حراره. فرن كهربائي غادي نشعلوه من الفوق ومن تحت حتى كيسخن. اللي عندها كيطفى من التحت من الفوق فغادي تطفي حتى كيقرب يطيب وعاد تشعلو، واللي ما عندهاش فقريب ان شاء الله غادي نوريكم الطريقه، خصوصا الا كان كيسخن لكم بزاف غادي ندير لكم فيديو نشرح فيه كاع التفاصيل. غادي نزينو من الفوق على حسب المتوفر، ممكن تخليوه هكاك. انا درت هنايا رقائق كاوكاو او رقائق اللوز او اي فواكه جافه عندكم، او كيف قلت من قبل تخليوها كما هي، لان تزين والتقديم تيبقى دائما اختياري وعلى حسب المتوفر. صافي ملي كطيب هذا الشكل خدات معايا واحد 35 دقيقه، وهي مازال سخونه خففت شويه ديال العسل، العسل يعني الحقيقي الحر لا توفر طبعا، مع شويه ديال الماء سخنته ودرته مباشره. هذه هي باش تعطيني الحلاوه على حساب الوليدات باش يبغيو ياكلو، وممكن طبعا تخليوه هكاك راه فيه كميه من الحلاوه ديال التمر، طبعا راه كاس ماشي ساهل، وغير باش يعطيني كذلك التعليكه من الفوق. ومي كتبرد تماما كنقدموها، كتجي لذيذه خفيفه. انا شخصيا عجبتني لان فيه هذاك الدقيق الكامل من الخله ديالو، واخا تاكلي الكميه اللي بغيتي ما غاديش تضرك نهائيا في المعده او لا تحسي بانك يعني تقلات عليك. فجربوها اكيد اكيد غتنال الاعجاب ديالكم. شكرا لكم بزاف بزاف على التعليقات، على الدعم ديالكم المستمر، والى اللقاء في فيديو وفي وصفه قادمه ان شاء الله. كنتمنى تكون لبيت الطلب ديالكم، والى اللقاء، مع السلامه.